السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وشغل جديد. النهاردة هنعمل العين الكروشيه دي، بنشتغلها بخيط. أنا طبعا اشتغلت دي بخيط إليزا، وهقول لكم أنا اشتغلت دي بخيط ايه في الفيديو، والفرق ليه بينهم دي كبيرة ودي صغيرة، وازاي تعمليها أصغر من كده وازاي تعمليها أكبر من كده. اشتغلت في العين ديت، اشتغلتها بإبرتين، اشتغلت بإبرة مقاس 3 واشتغلت بإبرة مقاس 2. كل ده هتلاقوه موجود في الشرح ان شاء الله بتاع الفيديو. وهنحتاج مقص وخيط زي ما تحبي، هشرح لك برضو ازاي تشتغلي بالخيط. ديت بتنفعنا عشان بقايا الخيوط، نقدر نعمل مجموعة من العيون ديت تنفعنا في شغل العرايس زي ما هشرح لكم في الفيديو ان شاء الله. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه في العيون الجميلة ديت. يلا بينا نبدأ. ما تنسوش التعليقات في نهاية الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونعمل العين دي. أول حاجة هنعمل دايرة سحرية. بنمسك الخيط القصير بالشكل ده، ونمسك الخيط الطويل على ايدينا في ايدنا اليمين، ونلف الخيط الطويل بشكل حرف اكس كده، ونلف ايدينا، وبعد كده نسحب الإبرة بتبقى مقلوبة كده، ونسحب الخيط اللي في الخلف كده نجيبه أمام، وبنطلع صابعنا بالشكل ده، ونبتدي نشتغل أول غرزة تثبيت. دي مش بنحب نحسبها من العدد، ونشد الخيط القصير عشان نعرف نشتغل في الدايرة. بعد كده بنبتدي نعمل عدد من الغرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هنا اشتغلت بالإبرة رقم 3 اول سطر عشان الغرزة تبقى واسعة معايا واعرف اشتغل. تمام، هشد الخيط ده كده اللي هو القصير، هشده عشان اقفل الدايرة، وهاجي على اخر غرزة. طبعا هبدل الابرة بقى واشتغل بالابرة الصغيرة اللي هي مقاس 2 من نفس النوع، وهاجي على اول غرزة واعمل غرزة منزلقة. بسحب الخيط واقصه، ان كده مش عايزة اللون الاسود في المرحلة دي خالص. هاجي بعد كده اجيب اللون التاني اللي انا هشتغل بيه، ايا كان اللون اللي انا هشتغل بيه. انت طبعا العين تشتغل باللون اللبني او اللون الاخضر او اللون البني حسب ما تحبي. انا كده رجعت اشتغل بالغرزة بالابرة رقم 2. هاجي بعد كده اروح داخله كده في اول غرزة، بخلي الخيط الاسود ده وان تحت كده، بعدين كل ده هيتنضف بالابرة التنظيف. هرتفع سلسلة 2 وهدخل في نفس الغرزة اعمل غرزة نص عمود، وهلف وادخل في نفس الغرزة اعمل نص عمود. يبقى انا كده عملت تزايد. انا اول سلسلتين مش بعدهم من العدد بتاعي عشان يظبطولي الدايره بتاعتي. هلف وادخل في تاني غرزه واعمل نص عمود، وتاني غرزه تاني اعمل نص عمود. الغرزه رقم 3 هعمل فيها برضو نص عمود ونص عمود تاني. يبقى انا كده بعمل نص عمود تزايد يعني نص عمود بعمل تزايد في كل غرزة، 2 نص عمود في كل غرزة. هسحب كده وادخل في اول غرزتين الغرزة رقم 3 اهو خلاص. فهكمل السبع غرز اللي فاضلين بنفس الطريقة، غرزتين في كل غرزة. هكمل السطر كله واخد معايا الخيط الاسود ده وانا ماشية، وارجع لكم تاني.
خلصت كده اهم العشر غرز، عملت عليهم تزايد نص عمود. دلوقتي شايفين الغرزتين الاولانيين انا مش باجي جنبهم، بدخل في تالت غرزة اللي هي اول نص عمود وبعمل غرزة منزلقة وبشد الخيط وخلاص كده انا خلصت اللون ده. هسيب فيه برضو حتة خيط عشان انضف بيه الشغل، واول باول بنضف الخيط وانا ماشية. تمام، هبتدي اجيب اللون الابيض عشان اشتغل بيه باقي العين. هنبدأ من اي مكان كده اهو، هاجي انا دايما ببدأ من قبل الغرزة عشان اخد معايا الخيط وانا ماشية. تمام، هاجي من هنا كده ادخل في اول غرزة واعمل غرزة تثبيت، بعد كده هدخل في الغرزة نفسها وابتدي اعمل غرزة حشو. هلف الخيط وادخل تاني غرزة واعمل نص عمود. الغرزة رقم تلاتة هعمل فيها عمود. الغرزة رقم اربعة هعمل فيها عمود. الغرزة رقم خمسة هعمل فيها عمود بلفتين. بطلع من حلقتين حلقتين وحلقتين واعمل سلسلة والف لفتين وادخل في الغرزة رقم خمسة تاني اعمل عمود بلفتين. بعد كده الغرزة رقم ستة هعمل فيها عمود. الغرزة رقم سبعة هعمل فيها عمود. الغرزة رقم تمانية هعمل فيها نص عمود. الغرزة رقم تسعة هعمل فيها نص عمود. وهعمل فيها نص عمود تاني. الغرزة رقم تسعة. الغرزة رقم عشرة هعمل فيها نص عمود. الغرزة رقم حداشر هعمل فيها عمود. الغرزة رقم اتناشر هعمل فيها عمود. الغرزة رقم تلتاشر هعمل فيها عمود بلفتين وسلسلة، وبرضو في غرزة رقم 13 هعمل فيها عمود بلفتين. الغرزة رقم 14 هعمل فيها عمود. الغرزة رقم 15 هعمل فيها عمود. الغرزة رقم 16 هعمل فيها نص عمود. الغرزة رقم 17 هعمل فيها نص عمود تزايد نص عمود في برضو في نفس الغرزة 17. الغرزة رقم 18 هعمل فيها نص عمود، والتسعتاشر نص عمود، والعشرين نص عمود. وهاجي في أول غرزة هنا وأعمل غرزة منزلقة وأدي شكل العين معانا. هقطع الخيط ده
ممكن تكتفي انت بيها في بالشكل ده خلاص تمام، وممكن تكملي تعملي اللي هي الرموش. الرموش هنيجي ناخدها من هنا كده، من عند يعني من هنا اللي هما النص عمود، هدخل قبلهم بغرزتين. وابتدي اعمل ادي غرزة تثبيت، وفي نفس الغرزة اعمل غرزة حشو، او ممكن تعملي غرزة منزلقة. انا هشتغلها حشو، هاخد معايا الخيط وابتدي اشتغل غرز حشو، غرزة حشو وغرزة تزايد حشو عشان ما تقوص مننا شكل العين، ما يقوص. ادي هنا دي انا عملت فيها تزايد، وهنا عملت حشو، اللي بعدها تزايد، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد، واللي بعدها حشو، هشتغل حشو تزايد كده لغاية ما اوصل لهنا. بس المرة دي هنا الناحية دي هوصل لغاية العمود بلفتين، هكملها وارجع لكم تاني. خلصت السطر اهو تمام، هنا بدخل غرزتين قبل النص، وهنا بوصل للنص بالظبط تمام. انا كده خلصت شكل العين بالشكل ده، بينفع معانا لما بنكون عرايس مش بنحب التطريز زي حالاتي كده. انا ما بحبش التطريز ابدا، فممكن تستفيدي منها انك انت تشتغلي بيها في الشغل بتاع العرايس. وكل ما اشتغلتي طبعا بخيط اصغر، كل ما كان يعني كل العروسه صغيره بتشتغلي بخيط ارفع. ممكن تشتغلي بخيط القطنبرليه اللي هو الرفيع قوي دون عشان يديكي شكل العين صغيره بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها. هنا انا اشتغلت بخيط اليزا اللي هو العادي، فاداني الحجم الكبير ده. وهنا اشتغلت باليزا ديفا اللي هو الرفيع ده، فاداني الشكل الصغير ده. ولو اشتغلت بخيط اصغر من كده هيديكي مقاس اصغر من كده. كل ما كان الخيط رفيع كل ما اداكي نتيجة اصغر من كده. فحسب الشغل اللي انت بتشتغلي بيه هتلاقي النتيجة بتاعتك. وكده نبقى خلصنا النهاردة الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي ما اشتركش بقى يشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وتحية مني لكل اللي موجودين اللي اشتركوا واللي ما اشتركوش، بس طبعا اللي هيشتركوا هيكونوا طبعا تحية اكبر واكبر يعني. والناس القديمة اللي معانا انا شكرتكم على المنتدى، وعملت سكرين للتعليقات بتاعتكم عشان ما انساش حد في الفيديوهات، لان انا بطبيعتي مش بحب اتكلم كتير جوه الفيديو عشان يبقى بس يعني للشغل، وبس بتكلم في الفيديوهات الصغيرة ديت عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. يلا علقوا قولوا لي ايه الشغل، إيه كويس ولا لا، إيه عايزين تعملوا ايه في الفترة اللي جاية، وبتتابعوني منين. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.